خاص نتنسيق مع الجزائر. شي لا جيت اف سانبولو فور دو سافوار بان انا سير ديال المديرين ديال المستندات التقنين تقوم باعمال جبار في خارج الوطن. هذا لا شك فيه، والدليل هو انه جميع العمليات التنبؤيه كان فيها تنسيق مع هاد المديرين اللي انت عناصر تتخدم بواحد الطريقه مميزه. فتقاطع ديال هاد النوع ديال الجرائم مع انفصاليين راه حنا شفناها في الوقت اللي كنكون كنتكلم في التفكيك ديال شي خليه ارهابيه. تنقول بلي ان راه كاينه لامبليكاسيون ديال لي سيباراتيست في لي ريزو ديال ترافيك دار ترافيك دو سي اف. سا سي سيغ. نهني على ان الوضعيه اللي كيتواجدوا فيها هذوك المحتجزون مخيمات ديال هذوك الانفصاليين وفي واحد الحاله مزريه، وبالتالي فما غيكونش الملل اللي كاين عندهم هو انهم inverse dans la criminalité sous toutes ses formes. وهذه راه قلناها مع مسائل القضية الإرهاب، وبالتالي حتى القضية ديال التهريب الدولي. فراه في هذه الشبكة بالضبط راه كاين هناك واحد مجموعة من الصحراء اللي قامت بتمرير واحد الكمية مع هذه الشبكة، استفادوا منها. أنا غادي نبقى نقولها دائما، قبلوها ولا ما يقبلوهاش، فأنا تنقول بلي أن وهذه راه ما تنقولهاش غير هنا ملي تيكون عندي نقطة مع الصحافة، تنقولها في جميع المنابر اللي كندوز منها، هو أن عدم التنسيق ما بين المصالح الأمنية المغربية وحتى على غرار ما يقع ما بيننا وما بين مثلا الموريتانيين أو التوانسة، حنا كاملين في واحد المنطقة إقليمية اللي خاص يكون فيها تنسيق لأن كتنشط فيها جميع أنواع الجرائم. هناك عدة تحديات، والتحدي الكبير اللي كاين راه هو الإرهاب، والإرهاب راه الأنظمة الإرهابية في جميع القضايا اللي دازت خارج عليها هو أنك تستفد من التقاطع ديالها مع الشبكات. هذا حتى في القاعدة راه كانت استغلت الشبكات ديال التهريب ديال الهيروين في دول آسيا. حاليا احنا ما دام أصبحت الدول ديال أمريكا اللاتينية لي كارتيل، ماشي الدول، نتكلم على لي كارتيل ديال لا دروك، تحاول استغلال هذه المنطقه ديال افريقيا، فماشي بعيد على انها تستغل من طرف تنظيمات ارهابيه، وهذا هو الخطر. في غياب واحد التنسيق بيننا وما بين الجزائريين هذا راه خطر دائما غادي يكون محدق. انما نحن نحاول يعني في المملكه المغربيه جميع المصالح الامنيه تحاول ان تضاعف من جهوداتها ومن اليقظه ديالها. الحمد لله ان المصالح الامنيه ورا القوات المسلحه الملكيه، الدرك الملكي، الجمارك، الوزاره الداخليه او جميع المصالح راه والتنسيق القوه ديال المملكه المغربيه هو التنسيق اللي واقع بين جميع المصالح الامنيه ديالو. ما عندناش ما كنخزنوش على رضيتنا، سواء المديريه العامه لمراقبه التورط او المديريه العامه للامن الوطني او مديريه المستندات او الدرك. يعني هناك تنسيق ما بين الرؤساء والمديرين ديال هاد الاجهزه كلها. هذا هو القوه ديالنا، الحمد لله لحد الساعه راه حنا في الدار ديالنا.